الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، تغطية إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية نتابع فيها تطورات الحرب على قطاع غزة والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور أن شمال غزة يواجه المجاعة في الوقت الذي يحتجز الاحتلال المساعدات على بعد أميال قليلة، وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن حول المجاعة في غزة أن أهالي القطاع بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة وإدخال فوري للمساعدات الإنسانية بشكل عاجل. العالم العربي أنه يرد على الاحتلال بمطالبة بالحصول على الحرية، ويرد على التطرف بالاعتدال، ويرد على الحرب بمبادرات سلام. فثمة فرصة يوفرها الموقف المعتمد من قبل العالم العربي، وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة لكي نبتعد عن حمام الدم. فالبديل هو ما نراه اليوم وما نشهده اليوم، يتطلب ذلك قدر من الشجاعة ورؤية واضحة وإرادة قوية لتغيير هذا الواقع. وعلى ضوء ما هو على المحك، فعلينا أن نتحرك، علينا أن نكون مستعدين للعمل مع كل من يرغب بوقف هذه الحرب بشكل فوري ووضع حد لهذه الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، وكل من يرغب بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وهذا النزاع، ولكي يتمكن الشرق الأوسط من تنمية قدراته، وذلك لمنفعة كل دول العالم والمنطقة وكل شعوب المنطقة والعالم. هذا وحذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن خطر المجاعة أصبح وشيكا في شمال قطاع غزة. وأكدت مساعدة الأمين العام خلال جلسة مجلس الأمن ضرورة أن ينتهي العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأنه يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 1.9 مليون شخص شردوا بشكل متكرر، بما في ذلك الحوامل، ذوي الإعاقة، كبار السن والأطفال. الضربات الإسرائيلية على الملاجئ والمباني السكانية ما زالت تقتل عدد غير مقبول من المدنيين، النساء، الرجال، الشباب وكبار السن. الضربات ضد ما يعرف بالمناطق الآمنة يعني أن ما من مكان آمن في غزة. إن الرصد من قبل مكتبنا يشير إلى أن المستوى غير المسبوق للقتل وجرح المدنيين نتيجة مباشرة لاختيارات الأطراف لأساليب الحرب وفشل الامتثال بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. كما أن نمط الضربات يشير إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية انتهكت بشكل منتظم المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، أي التمييز والتناسب والحذر في الهجمات. من جانبه أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينيزيا أن الأمن الغذائي غائب تماما في قطاع غزة، وأنه خلال الأشهر القادمة ستحدث المجاعة في غزة لا محالة. وأضاف أنه على مندوبي الولايات المتحدة التوقف عن عرقلة صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة. إن التقارير الأخيرة للجنة استعراض المجاعة تفيد بأن النظام الغذائي في غزة انهار، إن سكان القطاع أي أكثر من مليوني شخص هم في حالة انعدام أمن غذائي حاد، وهذه هي المرحلة الرابعة لغياب الأمن الغذائي بحسب جدول الأمم المتحدة، ويلي ذلك
الجوع والتجويع الحقيقيين، والمقلق بشكل خاص التوقعات بأنه في الأشهر المقبلة في شمال غزة من المتوقع أن تحصل المجاعة الواسعة النطاق، وثمة أدلة للتوصل إلى هذه التقييمات. في إطار هذه الظروف تستمر قوات الدفاع الإسرائيلية بعملياتها العسكرية غير الإنسانية، وتتسبب بمعاناة إضافية على السكان المدنيين الفلسطينيون الذين تمكنوا من النجاة بعد القصف والهجمات الجوية المتكررة، اضطروا إلى البحث عن الملجأ والغذاء في كافة أرجاء القطاع، ومن عجز عن مغادرة القطاع، حيث أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عن عمليات إخلاء إضافية محتجزون. شددت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في الأمم المتحدة على أنه يتعين ألا تتبع إسرائيل سياسة التهجير القسري ولا التجويع في غزة، وحذرت من أن ذلك ستكون له تبعات خطيرة بموجب القانونين الأمريكي والدولي. ولمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام. أهلا ومرحبا بك ضيفي العزيز. كيف قرأت هذا الحراك السياسي والدبلوماسي في جلسة مجلس الأمن حول المجاعة في قطاع غزة والمطالبة بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات؟ أحمد، ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان، أخيرا المجتمع الدولي بدأ ينتبه إلى استخدام إسرائيل للجوع أو للتجويع كسلاح في العدوان على قطاع غزة. وفي الحقيقة إنه ليس فقط في قطاع غزة وإنما أيضا في لبنان، هناك مخاوف من تكرار ذات السيناريو. دأبت إسرائيل منذ عدوانها في 8 أكتوبر 2023 على قطاع غزة على استخدام كل الوسائل غير المشروعة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في إعادة احتلال قطاع غزة أو العودة به إلى وضع ما قبل العام 2005، وهو عام فك الارتباط الأحادي الجانب من قبل إسرائيل مع القطاع. تريد إعادة بناء المستوطنات، تريد طرد الفلسطينيين منه، لأن الاستراتيجية الصهيونية حيال الأراضي الفلسطينية عموما وقطاع غزة تحديدا تقوم على فكرة تخيير الفلسطينيين ما بين خيارين أحلاهما مر، إما الاستسلام للإبادة الجماعية أو التهجير القسري الجماعي الإجباري. ولذلك ينشد جيش الاحتلال تحويل قطاع غزة إلى بيئة غير ملائمة للحياة، أي يفتقر إلى كل سبل الحياة الطبيعية من الماء والغذاء والدواء، حتى المنازل والبنى التحتية يتم تدميرها بشكل متعمد، المستشفيات، المدارس. لا تريد إسرائيل أن يكون هناك أي سبل أو مظاهر للحياة في القطاع، بحيث يتسنى لها إعادة احتلاله وإقامة المستوطنات وتفريغه من الفلسطينيين، لأن ذلك يؤسس لتدمير فكرة حل الدولتين ويقوض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، لأن الدولة الفلسطينية كانت مرشحة أن تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. يتطلع نتنياهو إلى فك الارتباط ما بين الضفة وغزة أولا، ثم ضم المنطقتين إلى إسرائيل وإلغاء أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية. لذلك المجتمع الدولي وللأسف الشديد هو يتعامل مع قضية غزة من منظور إنساني صرف وليس من منظور سياسي، ويركز الآن على مسألة الغذاء والتجويع والدواء والمواد الإغاثية، وتناسى أن أصل المشكلة هو العدوان والحصار ورغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في معاودة احتلال فلسطين التاريخية كاملة. لذلك نجد أن الولايات المتحدة مثلا تطالب حكومة نتنياهو بتخفيف القيود على دخول الأغذية والمواد الإغاثية، ومنحته مهلة شهر للسماح بدخول المساعدات بشكل أكبر، بينما الأمم المتحدة اليوم تناقش مسألة وقف العدوان وفي ذات الوقت السماح بدخول الأغذية والمساعدات. لكن طبعا هذا الجدل وإن كان محمودا داخل الأمم المتحدة، لكنه لا يتعامل مع المسألة من الفصل السابع،
الفصل السابع معروف أنه ملزم ويرتب إجراءات عقابية زجرية ضد إسرائيل حالة عدم امتثالها، لكن شأنه شأن كافة الملفات والقرارات السابقة المتعلقة بإسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي. تأتي القرارات ضمن الفصل السادس الذي يفتقد إلى الطابع الإلزامي الزجري مشفوعا بإجراءات عقابية، يعني تندرج ما بين إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية ثم العسكرية. نعم دكتور بشير، أريد هنا أن أسلط الضوء على ما ذكره مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة السيد رياض منصور بأن شمال غزة يواجه المجاعة في الوقت الذي يحتجز الاحتلال المساعدات على بعد أميال قليلة. إضافة إلى هذه النقطة، كما تعلم قبل سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح كان يدخل منه قسط كبير من المساعدات التي كانت تكفي أهل القطاع وتساعد في سد رمقهم من الغذاء والدواء وغير ذلك. أيضا بسيطرته على الجانب الفلسطيني منه عطل دخول المساعدات، وأيضا يعطل دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم. ألا يجب أن يحاسب الاحتلال أو أن يوضع أمام القانون الدولي بتهمة تعمد تجويع الفلسطينيين وإبادتهم عن طريق هذه السياسة من التجويع؟ لو أننا نريد محاسبة جيش الاحتلال، يحاسب من البداية على الاحتلال أنه يحتل أراضي فلسطينية بالقوة بما يتناقض مع المواثيق الدولية وقواعد الشرعية الدولية وقرارات أممية ذات صلة. حتى أن يعني دكتور بشير، حتى المحتل مكلف بأن يراعي أو هو المسؤول عن شؤون المحتلين هكذا وفقا للقانون الدولي. اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنظم أوضاع الشعوب المحتلة التي ترزخ تحت عبء الاحتلال، لكن إسرائيل لا تعير أدنى اهتمام بالاتفاقات الدولية التي تضمن حقوق الشعوب التي ترزخ تحت نير الاحتلال. الاحتلال أولا ثم الحصار ثانيا. إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة لدرجة أنها تحولت إلى أكبر سجن مفتوح في كوكب الأرض. ثم من بعد ذلك، من بعد الاحتلال ثم الحصار، يأتي العدوان ثم يأتي التجويع بعد ذلك. يعني دولة الاحتلال لا تتورع عن استخدام أبشع الجرائم غير مبالية بأي يعني مساءلة أو محاسبة دولية، لأنها ترتكن إلى حماية سياسية ودبلوماسية من لدن الولايات المتحدة التي دأبت على استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي باعتبارها دولة دائمة العضوية. طبعا ما يحدث في الشمال، شمال قطاع غزة، هو جريمة حرب بكل المقاييس. وبالمناسبة ليس فقط جيش الاحتلال هو الذي يتفنن في منع وصول المساعدات الغذائية إلى سكان شمال قطاع غزة، وإنما حتى المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون دأبوا على منع وصول القوافل الإغاثية والغذائية، بل قاموا بتبديدها وإفسادها وسرقتها. يعني لم يتركوا حتى فرصة للفلسطينيين لسد رمقهم، حتى النساء والأطفال. كانت مصر قد أخذت على عاتقها إدخال المساعدات عبر معبر رفح، وبالمناسبة هو معبر للأفراد وليس للبضائع، ومع ذلك مصر فتحت المعبر على مصراعيه لإدخال المساعدات المصرية أولا، والتي تمثل 80% من إجمالي ما يدخل القطاع من المساعدات الدولية، وكذلك أمام المساعدات الدولية القادمة من دول عربية ودول غير عربية. لكن جيش الاحتلال وفي محاولة لإحكام قبضته وممارسة سياسة التجويع بكل أبعادها، قام باحتلال محور فيلادلفيا والشطر الشرقي من معبر رفح، وهو ما ترفضه مصر على اعتبار أن ذلك منافيا لاتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1979 والاتفاق المعابر للعام 2005، والذي يتيح لمصر بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي إدارة المعبر. لذلك رفضت مصر أن تتعامل مع سلطة احتلال لمعبر رفح. نعم. الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر الستة الأخرى، لكن الاحتلال وتحت ضغط أمريكي وتهديد بمنع مساعدات عسكرية واقتصادية اضطر إلى فتح معبر وحيد اليوم. ولكن للأسف الشديد لا توجد نية إسرائيلية حقيقية لإنهاء
هذه المجاعة. ما دخل من هذا المعبر دكتور بشير يعني اتساقا مع ما ذكرته هو 28 سيارة أو شاحنة محملة بالمساعدات، وهذا رقم قليل مقارنة بما يقارب 300 سيارة كانت تدخل قبيل إغلاق مثلا معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم. يعني الفرق كبير ما بين هذا وذاك. هو لا يسد احتياجات النذر اليسير من الفلسطينيين بأي حال من الأحوال، وإنما فعلت إسرائيل ذلك تجنبا لاستفزاز بايدن وعدم دفعه لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة له في السلطة، خاصة وأن نتنياهو أهان بايدن حقيقة. أولا هو لم يعره أدنى اهتمام في مطالبته بوقف العدوان. بايدن طلب منه في البداية عدم توسيع العدوان على غزة فوسعه، طلب منه عدم نقل العدوان إلى الضفة فنقله، طلب منه عدم فتح جبهة جنوب لبنان ففتحها، طلب منه الإفساح المجال للمساعدات والمواد الإغاثية وعدم التوسع نحو محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وفعل ذلك أيضا. الآن وقد هدد بايدن حكومة نتنياهو أنه أمامها مهلة شهر تسمح فيها بتوسيع السماح بدخول المساعدات الغذائية للفلسطينيين، وإلا ستكون هناك إجراءات عقابية. يخشى البعض من أن يقدم بايدن على إجراء وحيد لم يفعله طيلة 4 سنوات لمعاقبة إسرائيل من خلال تجميد بعض المساعدات العسكرية أو الاقتصادية، تأسيا بما فعل أوباما، خاصة وأن دورة بايدن الرئاسية اليتيمة توصف بأنها الولاية الثالثة لأوباما الذي أقدم قبل انتهاء ولايته الثانية في العام 2016 على اتخاذ إجراء حاسم ضد إسرائيل بالسماح أو عدم استخدام حق الفيتو لإصدار قرار أممي يدين المستوطنات أو سياسة الاستيطان الإسرائيلية ضمن الفصل السادس طبعا. هل يتكرر ذلك في أيام بايدن الأخيرة دكتور بشير لو طرح قرار لوقف إطلاق النار مثلا في يعني جلسة لمجلس الأمن؟ هل من المرجح أن لا تعترضه الولايات المتحدة بفيتو أمريكي، وخصوصا بأن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قالت من أن ما يقوم به الاحتلال من تجويع لسكان قطاع غزة ستكون له تبعات خطيرة بموجب القانونين الأمريكي والدولي؟ نعم، لدى بايدن مسوغات للإقدام على هكذا خطوة، خاصة أن نتنياهو خانه في الانتخابات الرئاسية. اليهود واللوبي الصهيوني وقفوا إلى جانب ترامب وتخلوا عن كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، لذلك يتوقع كثيرون أن يقدم بايدن على إجراء مماثل لما أقدم عليه أوباما قبل رحيله في العام 2016 عن البيت الأبيض، لكني أشك في ذلك، لا سيما وأن المدة المتبقية ليست طويلة بالقدر الكافي. نحن نتحدث عن ما بين 6 إلى 7 أسابيع حتى يتم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب في 20 يناير 2025. ثانيا، أن ضعف إدارة بايدن، يعني ربما كان أوباما أكثر تماسكا وقوة من إدارة بايدن، لا أظن أن بايدن قد يقدم على هكذا خطوة، علاوة على أن الاحتلال الإسرائيلي فتح المعبر ولو شكليا وبدأ يصدر تصريحات بأن هناك زيادة في مرور الشاحنات والقوافل الإغاثية. باعتقادي أن بايدن سيتم ربما يتم يعني ولايته الرئاسية الوحيدة من دون اتخاذ إجراء تصعيد ضد حكومة نتنياهو، لا سيما وأن اللوبي الصهيوني لا زال يمارس الضغوط والحصار على الديمقراطيين بشكل محكم، ولا أظن أن بايدن قد يقدم على هكذا خطوة. نعم، نتحدث هنا أيضا عن دونالد ترامب الساكن الجديد للبيت الأبيض. الجميع يتكهن حول ما يحمله معه من مسودة قرارات، هل ستصب في صالح وقف هذا العدوان كما قال وصرح قبيل انتخابه بأنه سيوقف هذه الحروب في الشرق الأوسط، أم ما يحمله من مخاوف؟ هناك رأي آخر يتحدث عن مخاوف من أن يعطي للإسرائيليين ما لم يعطه أحد آخر. إلى أي رأيين تميل ولماذا؟ الشق الأخير من سؤالك يرتبط بالولاية الأولى، وهو ما منحه للإسرائيليين من عطايا غير مسبوقة خلال ولايته الأولى الفترة من العام 2016 وحتى العام 2020. منح ترامب نتنياهو يعني مغانم هائلة
أولا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، أيضا اعترف بضم الجولان السوري المحتل إلى دولة الاحتلال، تحدث عن أن إسرائيل هذه المرة تحدث عن أن إسرائيل صغيرة جدا جدا وتحتاج إلى توسيع مساحتها بما يعينها على الدفاع عن نفسها. لذلك يعني يلح أو يطرح السؤال نفسه، كيف سيقدم ترامب على وقف العدوان الحالي على غزة ولبنان، وبأي آلية ووفق أي صيغة؟ هذا هو السؤال. أعلم جيدا أن ترامب يستطيع أن يفعل ذلك، لأن نتنياهو يعلم أن ترامب حازم وحاسم وقوي ورجل صفقات، هو ليس مثل بايدن. بايدن قدم الدعم العسكري والحماية الدبلوماسية لإسرائيل أثناء هذا العدوان، لكن ترامب رجل حاسم، وهو يعلم أن استمرار حرب الشرق الأوسط يضر بالاقتصاد الأمريكي وينذر بإشعال حرب عالمية ثالثة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم هو سيوقف بالفعل ويجبر نتنياهو على وقف الحرب، لكن وفق أي صيغة؟ هل سيسمح لنتنياهو بالبقاء في قطاع غزة؟ هل سيسمح له بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان ويتيح للقوات أو قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل كلما شعر أن هناك تهديد من لدن حزب الله في قادم الأيام؟ هل يتنازل عن فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين؟ خاصة أنه تصريحاته كانت مقلقة حينما قال سأوقف الحرب ولكن بعد أن تحدث إسرائيل أو تستكمل انتصارها المطلق. يعني دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، كما أن ترامب لم يقدم وجهة نظر متكاملة أو تصور شامل حول كيفية إنهاء هذه الحرب ووفق أي صيغة. لذلك أتصور أن الحرب قد تتوقف مع مجيء ترامب، لكن على أي حالة وفق أي صيغة، وهذا أيضا ينطبق على الحرب الروسية الأوكرانية، قد تقف ولكن وفق أي شروط أو صيغة. لكن طبعا نتنياهو يأمل في أن يقر ترامب بالوضع الراهن الحالي، احتلال غزة، محاولة الاستيطان وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية أو ضم الضفة الغربية، وكذلك إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان. من ذلك نجد التصريحات التي تتواتر من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، على سبيل المثال سموتريتش الذي يقول إن الضفة الغربية يجب أن يتم ضمها والتوسع الاستيطاني فيها، على اعتبار أن الضفة الغربية هي الأقرب من الناحية الدينية للإسرائيليين من قطاع غزة، لأن بها الخليل وبها القدس الشرقية. نعم دكتور بشير، الضفة الغربية على جدول أعمالنا بالفعل، وسنسهل في الحديث عنها، ولكن دعني أتوقف هنا حول يعني عدم صلاحية المنظمات الأممية سواء الأمم المتحدة مجلس الأمن لما يحتويه من خلل واضح في بنيته الأساسية، وتحديدا حق النقد الفيتو الذي يستخدمه 5 دول دون يعني أي مبرر، فقط إلا مصالحها ودون عن أن تعبأ بالشرعية أو بالقوانين الدولية. هنا أتساءل عن اللاعبين الدوليين الكبار، الصين، روسيا، أين دورهم مما يحدث في الشرق الأوسط؟ دعني أقسم السؤال إلى شقين. الشق الأول وهو الخلل المؤسسي والهيكلي والقانوني في المنظمة الدولية، والشق الثاني يتعلق بدور الصين وروسيا. أما عن الشق الأول فللأسف الشديد النظام الدولي ببساطة شديدة هو شكل العلاقات الدولية في مدى زمني معين وفقا لمصالح الأطراف العظمى المهيمنة. النظام الدولي الذي نعيش فيه الآن هو امتداد للنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أصبح المنتصرون في الحرب يمتلكون حق الفيتو، يمتلكون حق امتلاك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بلا محاسبة. لذلك هذه الدول حينما تم الاتفاق على وضع أو منحها حق الفيتو كان الهدف منه تنشيط عمل المنظمة الدولية وإحداث حالة من المراجعة والتوازن، لكن للأسف الشديد ما جرى أن هذه الدول تستخدم حق الفيتو بشكل يخدم مصالحها الاستراتيجية الأحادية بالأساس على حساب القانون الدولي والشرعية الدولية. وهذا ما جرى، الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو عشرات المرات لحماية إسرائيل والحيلولة دون إدانتها واتخاذ إجراءات زجرية ضدها، وظل هذا الحق دائما أداة
تعرقل عمل مجلس الأمن الدولي بدلا من تنشيطه وتفعيله وتسريعه. لذلك هناك مطالبات بضرورة إصلاح الأمم المتحدة، إصلاح الميثاق، إصلاح مجلس الأمن، سواء لجهة إلغاء حق الفيتو أو توسيع هذا الحق ليشمل أكثر من 5 دول، أو إلغاء قاعدة أن دولة واحدة تستخدم الفيتو. هذا يؤدي إلى إجهاض القرار، لأنه كما نعلم حتى يتم تمرير القرار من مجلس الأمن الدولي لابد أن يحظى بموافقة 9 دول من 15 دولة التي يتكون منها أعضاء المجلس، شريطة ألا يستخدم أي من 5 الدائمين حق الفيتو من بين 9. وبالتالي هناك دعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وإلغاء الفيتو أو توسيعه. هذا بالنسبة للشق الأول. وباعتقادي أن الولايات المتحدة الآن هي القوة المهيمنة والقطب الوحيد، ونحن نعيش الزمن الأمريكي، ولا أحسب أن الولايات المتحدة ستقدم على أي محاولة إصلاحية طالما أن المنظمة الدولية الآن تمضي على هوى الولايات المتحدة وحلفائها. هذا يقودنا إلى الشق الثاني من السؤال، وهو دور الصين وروسيا. الصين وروسيا دولتان تتمتعان بحق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي. طبعا الرهان على إمكانية تحرك روسيا والصين لإحداث حالة من التوازن داخل مجلس الأمن الدولي قد يدفع الدولتين إلى الصدام مع الولايات المتحدة، وهو ما لا ترجوه الدولتان، لأن الصين وروسيا تبحثان عن تطوير قدراتهما الذاتية وقوتيهما الشاملة من خلال كمون استراتيجي، لا سيما الصين. الصين لا تريد التهور، لا تريد الانجرار إلى مواجهات، بدليل أنها تتمسك بالصبر الاستراتيجي حيال تايوان وفي بحر الصين الجنوبي، ولا تريد أن تستدرج إلى مواجهات عسكرية. الآن هي تبني قوتها العسكرية والاقتصادية وتتطلع إلى تحقيق الاستقلال التكنولوجي والتقني وفي مجال أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية بعيدا عن الاعتماد على الغرب أو تايوان. لذلك لا أتصور أن الصين ستدخل في مواجهة أو حتى في توتر مع الولايات المتحدة من أجل إصلاح النظام العالمي حاليا. هي ترى أن الوقت غير مناسب وأنه لا يزال مبكرا. الصين تبني نفسها جيدا الآن، بدليل أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين، ومن بعدها يأتي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. بالنسبة لروسيا هي منخرطة في حرب بأوكرانيا ولا تريد توسيع جبهات المواجهة مع الغرب، لأنها لا تحارب أوكرانيا فقط وإنما تحارب الناتو أو حلف شمال الأطلسي. ومن ثم الدولة يمكن القول إن الدولتين روسيا والصين تتطلعان إلى استكمال بناء قدراتهما القطبية حتى تتحولان إلى أقطاب أو يتحولا إلى قطبين عالميين، ولا تريدان استنزاف قدراتهما قبل الوصول إلى هذه القطبية. ولا ربما في إشارتك إلى ما أطلقت عليه الصبر الاستراتيجي أو الكمون الاستراتيجي الذي تقوم به الصين تحديدا ينبع من استراتيجية أو مثل شائع في الصين، وهو لا تظهر كامل قوتك إلا عندما تكتمل كامل قوتك. أرجو منك أن تبقى معي، سأعود إليك بعد قليل لاستكمال بالمناسبة الحديث. أحمد، هو ليس مثل صيني، وإنما هي مبدأ استراتيجي وضعه سان تزو، وهو أهم خبير استراتيجي صيني، يرجع هو يشكل مرجعية استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي. ومن الواضح أن الصين استخدمته دكتور بشير كسياسة استراتيجية يعني تعتمدها هذه الأيام. هي تكمن كما ذكرت كمون استراتيجي، هو مصطلح في غاية الأهمية استخدمته للحديث عن شكل السياسة الصينية في التعامل على الساحة الدولية، حتى أن تحركها في بعض الملفات محسوب وبدقة شديدة وغاية في الأهمية. أرجو منك أن تبقى معي، سأعود إليك بعد قليل. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غير كاف في مواجهة الوضع الكارثي في القطاع. وأشارت المسؤولة في الأونروا لويز وادردرج إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، كما أشارت إلى أن تقريرا صادرا عن إطار التصنيف المتكامل للأمن الغذائي حذر قبل أيام من احتمال وشيك وكبير لحدوث مجاعة في شمال قطاع غزة.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن. وأضافت الوزارة أن بلينكن أكد على أهمية توصيل مساعدات إضافية للمدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل اتخذت عددا من الخطوات لمعالجة تدهور الوضع الإنساني في غزة على حد قوله. بدورها قالت منظمات إغاثية دولية إن إسرائيل أخفقت في تلبية مطالب الولايات المتحدة من أجل وصول أكبر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال شهر انتهت أمس الثلاثاء. وأوضح تقرير صادر عن 8 منظمات لإغاثية دولية أنه كان يجب قيام إسرائيل بنحو 19 إجراء لتنفيذ مطالب الولايات المتحدة، لكنها لم تنفذ إلا 4 إجراءات بشكل جزئي فقط، وأخفقت في الامتثال ل 15 إجراء أو 15 إجراء الباقية. ولا تزال مستويات دخول المساعدات أقل بكثير من المعايير الأمريكية المطلوبة. هذا وقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عقب ضغوط أمريكية حول هذا الشأن. وقال جيش الاحتلال أنه تم فتح معبر القرارة لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية. هذا وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستعيد فتح معبر إضافي إلى قطاع غزة المحاصر قبل انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية لها لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. أعود من جديد إلى ضيفي العزيز الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، وأيضا أرحب بضيفي من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت. أهلا ومرحبا بكما. البداية ستكون معك يعني دكتور إحسان فيما يتعلق بآخر كروت بايدن في فترة بقائه في البيت الأبيض قبل أن يسلم مفاتيحه إلى ساكنه الجديد، هل تتوقع خطوة أو إجراء ما يختم به جو بايدن فترته الرئاسية كما ذكر دكتور بشير كما فعل أوباما، أم أن علينا أن ننتظر دونالد ترامب وسياساته وقراراته وأن الوقت قد نفذ أمام هذه الإدارة؟ تحياتي للجميع. لا أعتقد، أنا لست متفائلا إطلاقا. المبدأ منذ البداية بايدن كان واضحا، لا ضغط على إسرائيل إطلاقا، إسرائيل حليف، لا يجب أن يكون هناك ضغط على إسرائيل، دعم غير محدود، دعم غير محدود. ومنذ البداية الأمريكي يعرف تماما 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 أن التجويع والتنكيل بغزة هو سياسة إسرائيلية واضحة، إسرائيل لا يكون يكذب. هو يقول كان بالمفاوضات كان يقول الإسرائيلي إذا يخرج عدد معين من المحتجزين يدخل عدد معين من الشاحنات وتعمل عدد معين من المخابس، والأمريكي موجود هناك، يعني الأمريكي يعرف هو داخل شريك في هذه الحرب، شريك في الإبادة. ولكن كان هناك موضوع انتخابي، كان انتخابات وكان هناك ضغط على الحزب الديمقراطي، يعني فأصدروا هذه الرسالة أنه تصور يعني تجي الديدلاين، يعني الوقت ينتهي بعد الانتخابات، يعني بعد الانتخابات، والكلمات مستعملة يمكن مراجعة الموضوع. ولكن حتى لو عزيزي قالوا اليوم سنوقف إرسال السلاح، ما هو السلاح أرسل بكميات هائلة، يعني منذ البداية أرسلوا كميات هائلة من السلاح، يعني قالوا هم الإدارة قالت نحن لا نرسل كميات لأنه أرسلنا في البداية كل ما يحتاجوه أكثر، يعني مرتين يعني حاولوا يعني تعبير عن استياءهم من نتنياهو بإبطاء إرسال السلاح مرتين، ربما مرة واحدة، وكان وهذا جاء نتنياهو هاجم بايدن من واشنطن بالنسبة لهذا الموضوع، الكمية الهائلة أرسلت، إسرائيل أخذت كل شيء، إسرائيل استجديها بايدن وهي تتجاهله. هذا الرجل بعد خروجه من البيت الأبيض أؤكد لك سيقول أنه يتباهى بأنه لم يضغط على إسرائيل وأنه وقف إلى جانب إسرائيل وعطاها دعم بدون حدود.
نعم، هكذا كنت تتحدث عن جو بايدن، وأنك لست متفائل بأي إجراء يمكن أن يتخذ من قبل إدارته في فتراتها الأخيرة. بالحديث عن دونالد ترامب، الدكتور بشير قد أسهب وأوضح بشكل مفصل يعني ما يمكن أن تتخذه إدارة دونالد ترامب، وفند الحديث من قبل الوجهات النظر المتفائلة ووجهات النظر المتشائمة. أعود إليك بنفس التساؤل، ما هي قراءتك لوجهات النظر المتفائلة بخصوص وعود دونالد ترامب بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، والمتشائمة وخصوصا واستنادا إلى ما ذكره بأن مساحة إسرائيل صغيرة ويجب العمل على يعني زيادة هذه المساحة، وبالتالي الحديث عن أن دونالد ترامب ربما يعطي إسرائيل مزيد من الوعود أو مزيد من الصلاحيات كما فعل في فترة ولايته الأولى؟ شوف، هناك يعني عاود استفهام حول تقييم مثلا ماذا فعل في الفترة الأولى. يعني مثلا الجولان قال اعترف بالجولان جزء من إسرائيل، لا قدم ولا أخر، يعني لم يغير في الواقع. يعني هذا أولا لا يغير من طبيعة الواقع أن إسرائيل تحت الجولان، هذا أولا. ثانيا بطبيعة الوضع القانوني الدولي للجولان لم يتغير، ما زالت أرض محتلة. يعني الموقف الأمريكي يعني إجراء كان صوري أكثر من هو يعني له تبعات على الأرض، سيء كان بالنسبة للعرب والمسلمين، ولكن لم يكن بهذا يعني الأهمية. وحتى القدس الشرقية يعني اعترف بإسرائيل بالقدس موحدة، يعني ما بنغير الأمور على الواقع. يعني الأرض ما هي فعليا هذا الواقع. يعني فأنا أعتقد أنه بالنسبة للعرب والمسلمين، إحنا إذا كمقاربة الموضوع، جاء هو إلى المجتمع العربي، جاء إلى مشكلة أكثر من مرة، اجتمع قضى وقت كبير يمشي في الشوارع يتكلم مع الناس، دخل المطاعم، يعني هذا الرجل، وقال أنه ضد استمرار الحرب. فكان عندنا واقع يعني بين أمرين، أما كمالا هاريس التي قالت عندما سألوها هل تقومي بأي شيء مختلف لو كنت مكان بايدن، قالت لا. فماذا نفعل؟ يعني عندك بين ترامب يعني يعطيك أمل، قال لا أريد أن تستمر هذه الحروب، سأوقف هذه الحروب. طب كيف يوقف هذه الحروب؟ هذا أمر مختلف. هل نحن نعرف أن هذا الرجل إلى جانب إسرائيل؟ كل أمريكا إلى جانب إسرائيل، النظام الأمريكي هو إلى جانب إسرائيل، ولكن أن يكون مع إسرائيل شيء وأن يكون إلى جانب إبادة مستمرة شيء آخر تماما. يعني دعم إسرائيل شيء والإبادة شيء آخر، هذا أولا. وإسرائيل تريد أن تحارب السنوات، هذا أمر مختلف أيضا، يعني شيء مختلف تماما. وأن تحارب السنوات على حساب الشعب الأمريكي كمان أمر مختلف. فهذه الأمور التي جعلت أن هناك أمل ما في أن ترامب سيغير الواقع، لأن لم يكن هناك خيارات، يا أما كامالا هاريس يا أما ترامب. فتفائلنا ربما، هلا يمكن مثل العرب يقول لك الحق الكذاب لباب الدار، هلا ربما ترامب كذاب، ولكن نحن نتفائل حد أدنى أن هذا الرجل لا يريد صرف المال. هو يقول لا يريد تضييع المال الأمريكي على حروب يعني مضيعة وقت يراها، يعني لن تغير في الواقع. هي إسرائيل تحارب أكثر من سنة في غزة، ماذا فعلت؟ دمرت القطاع، جوعت الشعب، ولكن لم تنهي حماس ولم تحل القضية الفلسطينية. نعم. وفي لبنان أيضا تدمر في لبنان، ماذا حققت غير التنكيل بالشعب اللبناني وبالدولة اللبنانية؟ نعم. بالعودة لدكتور بشير عبد الفتاح، يعني بالقراءة في دلالات القمة العربية الإسلامية وتوقيت هذه القمة، وخصوصا أنها تتزامن مع يعني فوز دونالد ترامب وإدارة أمريكية جديدة، وما للدور الأمريكي من أهمية غاية في التأثير فيما يتعلق بملف الحرب على غزة والحرب على لبنان، كيف قرأت دلالة هذا التوقيت ودلالة مخرجات هذه القمة وتأثيرها على مجريات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط؟ طبعا انعقاد القمة في هذا التوقيت كان له دلالات مهمة. أولا هي أعطت يعني إشارة بقدرة العرب والمسلمين على الحشد والتعبئة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. الدول العربية والإسلامية جميعها لبت النداء والتأمت، وكان لها موقف ثابت وموحد وحازم في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وهذه دلالة مهمة بأن العرب والمسلمون جاهزون لتلبية النداء كلما تلقوا إشارة في هذا الصدد. الأمر الثاني أنها جاءت عقب الانتخابات الأمريكية وإعلان نتائج الانتخابات، أو على الأقل معرفة نتائج الانتخابات. ترامب جاء ولديه تصورات ورؤى حيالة ما يجري في الشرق الأوسط. أراد العرب والمسلمون أن يوصلوا رسالة بأننا متمسكون بثوابتنا الراسخة
ولن نقبل أي مزايدات أو مساومات. وإذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية والإسلامية، وهي كذلك بالفعل لما لها من مصالح هائلة مع هذه الدول، فعليها أن تكبح جماح نتنياهو وألا تقع في فخ بايدن، لأن بايدن دفع ثمن تأييده الأعمى لنتنياهو من أصوات العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة، ومن توتر علاقاته أيضا بالكثير من الدول العربية جراء هذا الدعم الأعمى. لذلك كانت الرسالة بليغة وواضحة. صحيح أن القمة خلت من إجراءات عقابية تصعيدية ضد إسرائيل على الأقل على المستوى الدبلوماسي، ولكن في نهاية المطاف أتصور أن الرئيس ترامب سيضع مخرجات هذه القمة في حسبانه وهو يتعامل مع الشرق الأوسط بعد أن يحلف اليمين في 20 يناير المقبل. وكما ذكرت من قبل لازلت أتخوف، ترامب بدأ أمام العالم وكأنه المسيح المخلص، كل القضايا وكل المشاكل وكل الحروب سوف أنجزها وأنهيها في اليوم الأول لاستلامي السلطة، لكنه لم يحدد كيف أو وفق أي صيغة أو آلية سيتم إنهاء هذه الحروب في أوكرانيا. يتخوف زيلينسكي من الطريقة أو الصيغة التي سينهي بها الحرب. نحن أيضا في العالم العربي نتخوف من الطريقة أو الصيغة التي سينهي بها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ونأمل ألا يكون ذلك على حساب الجانب العربي سواء في فلسطين أو في لبنان. طبعا ترامب يعني تربطه علاقات وثيقة بقادة ومسؤولين عرب كثر، وهو حريص على تطوير هذه العلاقات والبناء عليها، وهو أيضا يتطلع لتوسيع دائرة السلام الإبراهيمي أو التطبيع ما بين إسرائيل والدول العربية التي لم تنخرط في عملية التطبيع هذه، لا سيما المملكة العربية السعودية، وهو يعلم أن ذلك يتطلب ثمن يدفع. المملكة أكدت مرارا بأن لديها ثوابت لن تتنازل عنها، وهي أنه لا تطبيع مع إسرائيل بدون دولة فلسطينية، وهناك تمسك بالمبادرة العربية للعام 2002 قمة بيروت العربية التي طرحها الأمير عبد الله حينما كان وليا للعهد في ذلك الوقت رحمه الله. نعم. هذا التأكيد السعودي يعطي زخما للتحرك العربي والإسلامي. أيضا تشكيل التحالف الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية هو أمر مهم للغاية. كل هذه إشارات ورسائل ترسل إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن العرب راغبون في السلام، لكنهم مصرون على ألا يقدموا تنازلات جوهرية في ثوابت موقفهم بشأن الأرض مقابل السلام. ولأجل تنفيذ هذه الثوابت وهذه أو هذا المقترح العربي وتحديدا مبادرة السلام العربية كما ذكرت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أرجو منك أن نحتفظ بهذه النقطة، حيثما أريد أن أناقش مع السيد إحسان الخطيب الأمر المتعلق بالشكل الأكثر مناسبة وقبولا فيما يتعلق لتنفيذ اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، شكل القطاع في اليوم التالي من وجهة نظر ليس الولايات المتحدة وليس إسرائيل وليس حتى حركة حماس، ولكن الأكثر قبولا ومناسبة وفقا لمجريات الأوضاع على الأرض. عزيزي، يعني نحن نتكلم عن المستقبل، ماذا سيحصل في المستقبل، ولكن حتى أنا أقول لك رأيي بالنسبة للموضوع، أنه ترامب يعني نحن في كارثة، نحن في إبادة، نحن في حرب مفتوحة في لبنان وفي غزة، أكثر من سنة حرب إبادة وتشبيع غزة، وحرب لبنان تدمير هذا الدب الإسرائيلي، يحطم يدمر ويقول يريد أن يحارب السنوات. فعندما يأتي هناك شخص يقول أنا أنهي الحروب، أنا سأنهي الحروب، أنا رؤيتي السلام الإبراهيمي، رؤيتي حل الدولة، هو يعني عنده قرب قريب من السعودية، عنده موقف إيجابي من السعودية من العالم العربي. الديمقراطيين للأسف عنده موقف سلبي من الدول العربية خاصة السعودية، لا أعرف لماذا. فهذا الرجل يأتي ويقول أن عنده تصور يجب وقف إطلاق النار، يجب أن تنتهي الحرب. يعني قال كما تفضلت، يعني قال مرة واحدة قال أنه إسرائيل صغيرة، ولكن أيضا الطرف آخر أيضا قال إسرائيل صغيرة، فهذه يمكن لدغدغت مشاعر الناخب اليهودي. ولكن في نهاية المطاف هو يعرف أنه إذا بده السلام الإبراهيمي، السعودية واضحة وجددت يعني موقفها الواضح والصريح بشأن الفلسطينية عندما قالت تجمع هذا الوجود القوي الدولي.
في السعودية أنه لن يكون هناك سلام بدون اطلاق النار وحل الدولة. هذا رجل براغماتي بامتياز، يبحث عن حلول لا يبحث عن هروب. إسرائيل هي المشكلة اليومية، دولة تقول دريان تحارب. أريد أن أعود أيضا إلى النقطة المتعلقة بأن مسألة اليوم التالي للحرب على قطاع غزة أثرت كثيرا من اللغط وكثيرا من الخلاف. العرب لديهم رؤية، حماس لديها رؤية، إسرائيل لديها رؤية، الولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية، وكل هذه الرؤى تتفق في نقاط وتختلف في نقاط أخرى. وأنا كنت أريد شكلا ولو كان مقترحا، وهي قراءة يعني نحاول فقط أن نضعها لما يمكن أن يتوافق عليه الجميع ولو نقاط أساسية وليس كل المقترح، فيما يتعلق باليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ما هو المقترح الذي إن تصورناه يكون أكثر قابلية للتنفيذ وأكثر قبولا من قبل كل الأطراف؟ عزيزي اليوم نحن في صحيح، أنا أفهم سؤالك أنه ماذا بعد؟ ما هو الإسرائيلي ليقف ليكون هناك وقف إطلاق النار؟ ما هناك إبادة والإسرائيلي يقول لسنوات. بغض النظر عن ذلك، يعني ربما يكون هناك تفاهم فلسطيني فلسطيني، يعني هناك معارضات ربما تشكل ما من التفاهمات بين حماس وفتح، ولكن في نهاية المطاف هي المشكلة ليست الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني ليست المشكلة، والدليل ما يحصل في الضفة الغربية. ماذا يحصل في الضفة الغربية؟ محمود عباس لا يحارب، لماذا يتكلم عن ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات؟ يعني هناك حرب على الجميع، يعني هل يختلفوا عن على تقاسم التركة؟ طب يعني إذا نوصل هنيك بالأول نصل إلى هذه المرحلة غير واقعية اليوم. هذا النظام الإسرائيلي، هذه الدولة الإسرائيلية عندها حرب مفتوحة على الضفة الغربية وعلى غزة ولكن بأشكال مختلفة. يعني تفاهمات، نعم يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد، ولكن هذا لا يغير الأمر. اليوم احنا في كارثة، هناك حرب إبادة، يجب وقف إطلاق النار. الموقف العربي سليم 100%، ممتاز. السعودية قالت وقف إطلاق النار، حل الدولتين. هلا التفاصيل أمر مختلف، ولكن الإبادة مستمر، التجويع مستمر إلى اليوم عزيزي. والإسرائيلي يقول لسنوات يريد أن يحارب، لا يكترث أي شيء، من يمنعه؟ هي بايدن يدعمه بكل الأشكال. ماذا بعد؟ هذا صحيح سؤال مهم، ولكن يجب وقف الإبادة، يجب وقف التجويع، إدخال الطعام. الطعام لا يدخل، ونتكلم عنه ماذا بعد. لا يوقف إطلاق النار أولا، وقف الإبادة كما في لبنان. ماذا يعني يتكلم عن انتخاب رئيس، يتكلم ماذا يحصل مع حزب الله؟ أوقف الحرب بالأول، بعدين يدخل في مفاوضات ويتكلم. ولكن في، نعم، في ظل سقوط الصواريخ صعب التكلم، لأنه الطرف الآخر يعتقد أنك تستخدم الحرب ضده، وهذه مشكلة. نعم، بالعودة للدكتور بشير، ربما سنتحدث في نقطة قديمة حديثة متعلقة بأن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليست علاقة عقيدية فقط، هي علاقة مصالح مشتركة، والولايات المتحدة في جزء من علاقتها بإسرائيل هي علاقة براغماتية. لا طالما إسرائيل تؤدي دورها الوظيفي في منطقة الشرق الأوسط وتحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة تساندها حتى ولو كانت في مواقف الحرب وهي معتدية. لكن إن أدت طول هذه المدة من الحرب إلى تعطيل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتهديدها في منطقة الشرق الأوسط، هل تظل الولايات المتحدة وتضحي بمصالحها من أجل مساندة إسرائيل، أم أنها تتدخل في الوقت المناسب لعدم تهديد مصالحها في المنطقة في جزء من تشكيل وعيها البراغماتي؟ إلى جانب البعد البراغماتي في العلاقة، هناك اعتبارات لا يمكن تجاهلها على الإطلاق. هناك البعد الديني، هناك البعد الحضاري في هذه العلاقة. البعد الديني، التراث الصهيوني-مسيحي داخل الولايات المتحدة، هناك قناعة بأن إقامة إسرائيل وتوسعها هو تمهيد لعودة المسيح المخلص، وبالتالي لا يجب أن نتجاهل هذا الأمر داخل تيارات واسعة في الولايات المتحدة، من بينهم رؤساء ومسؤولون أمريكيون كبار. هذا البعد الديني لا يجب تجاهله بأي حال من الأحوال. إلى جانب البعد الحضاري الثقافي، أن إسرائيل تعيد إنتاج التجربة الأمريكية، تجربة حضارية ديمقراطية تنموية على أرض كانت تسكنها شعوب متخلفة. إسرائيل تحاول تصدير هذه السردية بأنها تعيد إنتاج التجربة الأمريكية، ولكن في الشرق الأوسط، وهذا أمر أيضا له دلالاته. ثم يأتي من بعد ذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة، أن إسرائيل وكيل وعميل للولايات المتحدة في المنطقة،
وهي ناجحة إلى حد كبير في تجديد رصيدها الاستراتيجي أو كونها رصيد استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. توسع إسرائيل وتنامي قوتها واستخدام هذه القوة وتحقيق الردع عفواً ضد جيرانها يجعلها أيضا تحتفظ بأوراق مهمة لدى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تدعم الحلفاء الأقوياء وليس الحلفاء الضعفاء الذين يتحولون إلى عبء عليها. لكن منذ العام 1948 منذ هاري ترومان بدأت الولايات المتحدة تضع معالم لهذه العلاقة، دعم مطلق لإسرائيل، دعم تفوقها العسكري الكمي والنووي على محيطها والدفاع عنها أيضا عند الضرورة، ولكن من دون المساس بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية. هذا يتطلب توازن في إدارة العلاقة من قبل الولايات المتحدة مع العميل الإسرائيلي. دأب القادة الأمريكيون دائما على إحداث هذا التوازن، لكن بايدن فشل. بايدن كانت إدارته ضعيفة، كل عناصر الإدارة في عهد بايدن كانوا ضعفاء. وزير خارجية يبكي في أول جولاته الإحدى عشر إلى المنطقة ويقول إنه جاء كيهودي وليس كوزير خارجية أمريكي، جاء بطائرة أمريكية في رحلة رسمية ومهمة رسمية، ثم يبكي ويقول جئت كيهودي، ثم يزور المنطقة إحدى عشر مرة ويفشل في تحقيق أي اختراق على الإطلاق. مستشار الأمن القومي، نائبة الرئيس، فشلت كنائبة وفشلت كمرشحة رئاسية. إذن أنت تتعامل مع إدارة غير مسبوقة في الضعف والفشل وعدم القدرة على الإنجاز على الإطلاق. يعني كان نيكسون منشغلا بووتر جيت وكان مرتبكا، ولكن هنري كيسنجر وزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي كان ناجحا إلى حد كبير في إدارة ملفات السياسة الدولية في وقت حرج وحساس للغاية، حرب فيتنام، حرب الشرق الأوسط، ولكن هذه الإدارة كانت ضعيفة بكل المقاييس. نعم. إجمالا أتصور أن ترامب سيقدم دعما مهما لنتنياهو، لكنه في ذات الوقت يستطيع أن يحتفظ بالخطوط الحمر، لأن شخصية ترامب تختلف عن شخصية بايدن. بايدن يعني كان متماهيا إلى حد كبير مع نتنياهو رغم عدم وجود كيمياء سياسية بينهما، لكن ضعفه أطمع نتنياهو فيه بشكل كبير وجعل نتنياهو يبدو كما لو كانت المتبوع وبايدن هو التابع. نعم دكتور بشير. نعم، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا ضيفي من ولاية كنتاكي الأمريكية دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت، وجزيل الشكر أيضا لك دكتور بشير الكاتب والباحث السياسي بالأهرام على ما أضفته إلينا من قراءة وتحليل معمق في هذا الشأن. اقتحم جيش الاحتلال عددا من مراكز الإيواء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، هذا وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بمحاصرة الاحتلال مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة في بيت حانون وإجبار آلاف النازحين على مغادرة عدد من مراكز الإيواء وسط القصف وإطلاق النار. في ظل حرب شعواء يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عام، تعمدت قوات الاحتلال تدمير أسباب الحياة لتحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش الآدمي، لتصل معاناة النازحين وقسوة العيش في الخيام إلى حد لا يطاق. وفي حلقة من سلسلة جرائم استهداف النازحين في خيامهم وداخل حدود المنطقة التي سماها الاحتلال إنسانية ووجه إليها مئات الآلاف من السكان من مختلف أرجاء قطاع غزة، أجبر جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين على النزوح قسراً من مراكز إيواء ومناطق سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأجبر أكثر من 130 عائلة نازحة بالفعل داخل مراكز الإيواء على النزوح مجدداً تحت قصف مدفعي مكثف من آليات الاحتلال. مشهد المجازر والجرائم التي يقترفها الاحتلال لا يغيب عن قطاع غزة، مواصلاً توحشه بقصف المنازل فوق رؤوس أصحابها. وفوق كل هذا اشتدت الأحوال وبات الحصول على كسرة خبز أو شربة ماء ضرباً من المستحيل، إذ يمنع الاحتلال دخول الغذاء والدواء والوقود، الأمر الذي شل مختلف أوجه الحياة في القطاع المحاصر. الآن وبعد أكثر من عام بات جلياً أمام أعين العالم أن لا حصانة لأي مدني أو منشأة مدنية أو أي منشآت طبية وتعليمية داخل غزة،
فالكل بات تحت قصف نيران الاحتلال الغاشم. ورغم القصف والحصار والدمار، يبقى لسان حال الفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب: إننا باقون في الأرض، ولن يطول منا الاحتلال تهجيراً كما يخطط. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه التغطية والتي تناولنا فيها تطورات الحرب على قطاع غزة. أشكركم على الطيب المتابعة. إلى اللقاء.